متواصلين مع كل مشاهدينا في كل مكان عبر هذه التغطية الخاصة على قناة الشروق الفضائية حول الفيضانات والمناطق المتأثرة بالفيضان، وتابعنا وشاهدنا الكثير من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا كما يقال هي إعلام حديث، وهي الإعلام الإلكتروني وعندها دور كبير جدا ومؤثر قوي، ومدار من صور تناقلته عدد من المحطات الخارجية وعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا صور سودانية لكل الأحداث التي دارت جراء الفيضان والسيول. ويعني يمكن واحدة من الصور اللي يمكن تناقلوها بصورة كبيرة صورة الشاب اللي بيحمل أنبوبة الغاز والابتسامة تحت وجهه، وصورة أخرى لبعض الشباب يحملون يعني بعض الأشياء من منازلهم للخروج بها قبل سقوط المنازل، وصور كثيرة جدا، وصور شباب جزيرة توتي وهم يتصدون للفيضان بصدورهم ويجلسون في النيل حتى يتم إعداد الجوالات أو الشوالات بالرمال، وعدد من الصور المختلفة. لكن كذلك هنالك بعض الصور الغير صحيحة وبعض الإشاعات الكاذبة بدون صور، تناقل لأخبار بصورة سريعة وقوية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أخبار كاذبة. الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من الأشياء اللي احنا لازم نحاربها بصورة قوية وصورة كبيرة، سواء احنا كإعلاميين، سواء انت كفرد أو كشعب أو كمواطن سوداني، وإنه ما أي صورة نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي معناها هي حقيقية، أو أي خبر نقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي هو صحيح. نعم. قد يكون كاذب وقد يكون إشاعة. نعم. وأكيد السوشيال ميديا عموما يعني بقت هي المحرك لكل الجهات المعنية، وهي بقت قائدة للرأي العام. إعلام حديث. وللأسف يعني بعض الشخصيات بيكون شخصية بارزة في المجتمع، فبتلقوا هو مصدر ثقة لناس كثيرة جدا، وصفحته مصدر ثقة لكن بينشر بعض الشائعات. نحن كل التفاصيل دي عايزين نتكلم فيها عن دور السوشيال ميديا سواء كان إيجابي أو سلبي، وعن الدور الإيجابي أكثر المفروض تقدمه في الفترة الجاية دي والفترة دي، لأن السودان محتاج للسوشيال ميديا اللي بقت أكيد هي داعمة للإعلام عموما. بنسعد جدا أنه يكون معنا حاضر داخل الاستوديو الصحفي محمد اللطيب، مرحبا بك وحبابك عبر قناة الشروق. مرحبا بكم حبابكم في قناة الشروق في بيتكم، سعيد جدا انه اكون في قناة الشروق في موضوع حيوي بهم، يعني كل السودان في ظرف حرج جدا بمر بيه. بداية يعني بقول ربنا يلطف بأهلنا في السودان بالظروف المناخية القاسية جدا، وبالفيضان اللي تحدثت عنه كل التقارير تتكلم عن انه فيضان غير مسبوق، فيضان يمكن ل100 عام ما جانا بهذا العنفوان. يمكن ما داير اقول تحركنا كاعلاميين متاخرين، لكن الان نحن في ذروه الاشكال نفسه، في ذروه نعم. الازمه، نقدر مع بعض ان شاء الله يعني نسيق خطوط عريضه لانه تكون نواه لمعالجات في غادم المواعيد. موضوعكم عن السوشيال ميديا نعم. موضوع حيوي، موضوع هام جدا، لانه ما داير اقول لك اعلام بديل، لكن اعلام بيجا يعني تأثيره بيجا كبير جدا في وتأثيره بالغ، لأنه متاح الآن. يمكن ما أقدر أحضر الحلقة دي، أكون أنا في مواصلات أو في مكتب أو كهرب تقاطع، لكن من خلال تلفوني بكون متواصل مشاهد كل ما يدور حولي. الإشكال الكبير جدا في أنه في عدم أمان للمعلومة الموجودة في السوشيال ميديا بمختلف يعني باعثة اللي هو مرسل الرسالة. قد يكون في بعض المرسلين نوع من هواية بالعربي البسيط نقول نشر الإشاعات، يعني الإشاعات في ناس بتحب الشمار زي ما نقول، أو بتحب يعني حقيقي ايوه في نوع من التضخيم. كان للكثير من الاشياء تابعناها في الفتره الماضيه على ارض الواقع هي ما في، لكن سرعه انتشارها زي ما قلت لك انه التليفون ده متوفر عند كل شخص، بتلقى الحاجه لو حصلت في امريكا تكون وصلتنا الان هنا وتداولت بصوره صحيح. كبيره يمكن شفناها في ارتفاع اسعار، شفناها في صح. تعامل مع الفيضان، شفناها في اشكالات حصلت في بعض المناطق، يعني لمختلف الاشياء. كل الامر ده بيتطلب انه الناس يعني تحرص على انه التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي،
مع الميديا الحديثه دي بنوع من التريجس، بنوع من التثبت. ما اي معلومه انت بتلقاها خلاص انت نفسك لما تنشرها بتكون انت ساهمت في خلق هذه الاشكاليه وخلق هذه البلبله. وانت كبني ادم يعني بتكون عارف المسج الجاك والفيديو الجاك في تلفونك، يعني ربنا ميزك بالعقل، حتعرف انه الفيديو ده في السودان ولا ما في السودان، حتعرف خطوره الحاجه دي. يعني لكن مرات بجد يعني حتى نحن كإعلاميين أنا ما أعرف حتى برضو أنت أستاذ بتحس بأن المعلومة قد تكون حقيقية هي كاذبة وممكن أنت ما تنشرها لكن برضو بتتأثر بها. دي بتتوقف على بعث المعلومة قد يكون عنده هو خلفية عن الأمر المعين، بغض النظر عن هو مؤثر ومؤثر لكن قد يكون عنده خلفية عن الأمر نفسه يتداوله وإنت يعني لقى عندك نوع من المتابعة للموضوع. يعني على سبيل المثال يا أستاذ محمد، يمكن السوشيال ميديا تأثيرها السلبي بدأ في السودان تحديدا، خلينا نقول هو من بدري موجود تناقل لبعض الصور وبعض الأخبار والأشياء في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من أيام الثورة السودانية كان في تناقل لبعض الأخبار الغير صحيحة من مصادر قد تكون موثوق بها يعني معمول بها ومعمول بكلامها، بتنزل على السوشيال ميديا الناس بتضعف وتتداولها وتنقلها. مرت الثورة السودانية الحمد لله وجاءت جائحة كورونا، وكورونا تحديدا كانت برضو سبب رئيسي في نقل الكثير من الأخبار، حتى صفحة وزارة الصحة كانت بتنزل بعض الأخبار وتمحيها في نفس الوقت، فده حاجة بتخلي الناس انه تنقل الاخبار قد تكون صحيحه قد تكون تراجعت المعلومه، لكن احنا بنتكلم عن انه السوشيال ميديا مكان خطر جدا وبؤره يعني كبيره جدا لانتشار الشائعات، فبالتالي يعني التاكد من المعلومه احنا عايزين يعني نوصل معلومه للشعب انه كيف نتحرى من المعلومه الصحيحه، كيف نتداول الخبر، يعني نساعد بعض الشعب انهم يلجا لبعض الصحفيين الكتاب المعروفين اللي عندهم مصداقيه يعني في كتابه الخبر. نوصل لكلامك، انت عارفه في بعض المواقع او بعض الصحف وقعت في الاشكال ده بان يعني من غير تثبت من غير تروي نشرت وصولا لسرعه الخبر. طبعا نحن معلوم عندنا انه سلع سريعه البواب السبق يعني دائره السبق الصحفي بتقوم انت بتلاحق في الاخبار تنشر في يعني في الايام اللي فاتت ما ادري اقول اسم صحيفه معينه لكن كان في خبر اثار بلبله كبيره جدا لانه ما كان فيه تروي بنفس القدر، اخذ من مواقع التواصل الاجتماعي طوال لغرفه تحرير الاخبار وطلع ويمكن سبب اشكاليه لطاقم التحرير ولكل العاملين في الصحيفه. فمساله التثبت والتروي مساله مهمه جدا، يمكن حتى قبل الثوره السودانيه كان في نشر الشائعات وفاه لزيد فنانين او مشهورين وكذا سياسي معين او فنان او مذيع او يعني سمينا كثير من الشائعات في الفترات الماضيه، بعد ذلك تطورت الشائعه نفسها بدأت تحبش مواضيع حساسة جدا. يمكن مطلق الشائع زي ما قلنا قبل يكون عنده حب الشمار أو عنده حب بتاع عايز يعمل شو لنفسه عنده أجندة خاصة بيه وفي نوع برضه بيحب إنه يكون في متابعة لصفحته وخلافه. فزي ما قالت الأستاذة يمكن الشخصيات المعروفة قد تكون هي مصدر ثقة ولكن برضه لابد من التريس اكثر في التعامل معه وبيكون متاكد من ان المعلومه غير صحيحه طوال يعني يكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ينفي المعلومه. يعني واحده برضه من الاحداث اللي حصلت ايام الفيضان يمكن واحده من الشائعات اللي دارت وقد تكون سمعت عنها انه اجلاء جزيره توتي وكل المواطنين من جزيره توتي بسبب الفيضان واتصالات هاتفيه من الخارج وكثير من الناس اتصلت علينا انا من سكان جزيره توتي بعتبر انه هل فعلا يعني قالوا لكم تطلعوا من توتي عشان البحر كسر؟ واصلا هو ما كسر ولا دخل الحله ولا وصل البيوت، يا دوب تغطى منطقه المزارع وعدد من البيوت القريبه من المزارع بس، لكن الشائعه كانت كبيره بصوره ما عاديه، يعني عدد من الهواتف والاتصالات والناس يعني حست بهلع والخبر اصبح متداول بصوره غير صحيحه لغايه ما تم نفي الخبر في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي برضه. حقيقه بشكل حتى يعني اشكال كبير يمكن اهل توتي عندهم بعض الاطراف خارج السودان عندهم اهاليهم في مناطق مختلفه، يعني دي بيسبب هلع لاسرهم ولاهاليهم في المناطق المختلفه. بعدين يا استاذ منذر برضو يعني من الاشياء الملاحظه حاليا يعني نحن في 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 ظرف بتاع تغيير صح بنحتاج لانه الناس تتعامل بمصداقيه اكبر صح. لانه تعود لانها تعبر بالبلد في المنطقه دي تضافر جهود شعبيه وجهود يعني حكوميه وكل الجهود من اجل انه
البلد مواجهه باشكالات كثيره جدا وبتهمنا. نعم. انه بلدنا دي تحدي يعني تحدي كبير والله. ايه. تحدي بيعنينا كلنا، لابد من انه يعني كل زول يجيب على نفسه انه انا دوري شنو. الثوره دي قامت يعني ثوره عظيمه جدا. صح. وثوره حققت يعني هدف سامي جدا. صح. بانه وصلنا لمنطقه التغيير. منطقه التغيير دي محتاجه بعدها لتجرد، محتاجه لتعامل. حتى انا كاعلامي يمكن اضعف الايمان، اجيب ما اقوس الصف الصحفي بقدر انه اقوس المصداقيه بالضبط كده، اذا انه انا اوصل الرساله بتاعتي دي. انا اضعف الايمان من كل الافراد انه صح. انقل المعلومه الصحيحه، دي اضعف حاجه تقدمها لبلد عشان ننهض بها، لانه الاعلام اصبح ثوره حقيقيه وبسبب يعني التكنولوجيا اصبح العالم قريه صغيره. اكيد طبعا. استاذ محمد الطيب، خلينا بعيدا عن الشائعات والتفاصيل الحاصله والمضره والاعلام الضار اللي نحن المفروض نتعامل معه بالطريقه المثلى كمواطنين، يعني ايا كان مكانك. دايرين نتكلم عن الدور المجتمعي والدور الحكومي، انتم يعني كصحفيين دور المجتمع والدور الحكومي في ظل الفيضانات والسيول اللي بتضرب موش العاصمه الخرطوم، يعني خلينا نقول كل الولايات في السودان. طيب انا هتكلم ب يعني بلغه بسيطه. جميل. ما قدرنا نجمر الكلام ولا نظرفه. جميل. لانه الوضع الحالي بيتطلب منا زي ما قلت لك انه يكون في مصداقيه مع التعامل. الاستاذه من توتي يمكن عايشت الاشكال وبعد ذاك عايشت الشيء اللي ترتب عليه برا. انا من منطقه الشيلاب، من المناطق اللي تضررت جدا، كل الاسر المتاهمه للنيل. نعم. يعني يمكن الان بعض الجهود انتشلت الناس يعني لخيام لغامة في المدارس. في إشكالات كبيرة جدا، ناس فقدت ممتلكاتها، ناس فقدت ليدريت ممتلكات ما قدرت تطلعها. صح. فظروف قاسية جدا بيمروا بها يعني أهالينا في كل مناطق السودان. الفيضان معروف، النيل الأبيض النيل الأزرق على كل تخوم المناطق اللي حوله، حصل يعني الشمالية ما عارف طوكر سنجا، يعني كل المناطق في السودان في ضرر كبير جدا. نعم. في جهدي شعبي، يمكن ما داير أقول الحكومة دورها ضعيف وما داير كمان أقول الحكومة يعني ورثت ورثة صغيرة جدا. لكن في النهاية المسألة تكاملية، تكاملية يعني. نعم. والجهد الشعبي شايف أنه يمكن ماشي متعاظم وماشي كبير وفي مبادرات كثيرة جدا، ودي حاجة كويسة في حد ذاتها شديد الصراحة. يعني شباب ما شاء الله بتحس بانه فيه الروح المبادره وفيه الروح التكاتف وفيه يعني عاده النفير اللي احنا عارفه في ثقافتنا السودانيه، الفزع اللي لقيناه في ثقافتنا السودانيه، الحاجات دي كلها يعني قيم. الفيضان ده اذا كان عنده مطار برضه عنده محاسن، دي من محاسنه كونها تعيدنا لمربع القيم السمحه والقيم الجميله اللي خلت الانسان السوداني او الزول السوداني الكلمه المحببه بالنسبه لنا. نعم. يعني تطرق مسامعنا ونحن بفخر واعزاز نحس بها. نعم. احنا هنستاذنك شويه هتكون معانا وتشاهد معانا وتسمع معانا مراسلنا بولايه نهر النيل عصام الحكيم، هيحدثنا عن اخر الاوضاع في ولايه نهر النيل جراء الفيضانات. عصام نهارك سعيد. نهارك سعيد مدير، نهارك سعيد لينا، ومرحب بكم ومرحب بضيوفكم ومتابعي قناة الشروق في هذا اللقاء الطويل. الله يديك العافية. أو لقاء النهاري يعني. عصام، الوضع الآن في نهر النيل، يعني يا ريت لو توصف لكل الناس اللي بتشاهد وبتسمع عبر قناة الشروق. الوضع في نهر النيل طبعا مربوط بشكل أساسي وبشكل مباشر بفيضان النيل. نعم. لأن التحديد المباشر والتأثير الكبير لهذا الموسم، موسم الخريف، هو يعني أو العنوان الأبرز هو فيضان النيل. تلاشى تماما ظاهرة التحديد المباشر عبر الأمطار والسيول والأديان. الآن الكلمة هي فقط لفيضان النيل في تأثيره وتحديده للبشر الموجود في نهر النيل المتعلق بالخريف. من حسن الاطلاع أن المناطيد أو المناسيب انخفضت بعض الشيء. جميل. في اليومين السابقين. انخفاض كبير جدا في منسوب نهر عبر، وهو النهر الراكب لنهر النيل في منطقه نهر النيل في مدينه عبر، وبالتالي مجرد انخفاض منسوب نهر عبر هذا يؤثر حقيقه في حجم نهر النيل وفي اندفاع. نعم. عصام تقريبا. الو فقدنا الخط مع عصام. نعم.
يبدو انه فقدنا ان شاء الله نرجع نتواصل معه. نعم. والحمد لله انه بيقول انه منسوب النيل بدا يتراجع شويه في نهر النيل، فدي حاجه في حد ذاتها كويسه. ان شاء الله حنتواصل مع عصام وحنعرف الاوضاع عن قرب اكثر ان شاء الله. من جديد بنرجع لك استاذ محمد الطيب. نعم. والحديث اكيد عن الادوار سواء كانت اجتماعيه سواء كانت حكوميه، وتم التامين على انه المواطن السوداني حسه بالخطر، والمواطن السوداني واقف على نفسه واقف على المواطن الآخر. دارين نعرف برضو رجال الأعمال والخيرين هل دورهم كان فعال في ظل الظروف اللي بيعاني منها الوطن؟ يعني والله بأمانة أنا شايف أنه في ضعف. إذا تحدثنا عن أنه في جهد شعبي وفي جهد يعني من الإنسان العادي، في يعني ما ممكن ما نقول كل رجال أعمال، لكن بصفة عامة جهدهم ما واضح، لانه يعني بشوفنا المناطق المتاثره، المناطق اللي فيها يعني كثير من المضررين ما وصلتهم المساعدات من رجال الاعمال تحديدا. نعم. و يعني بتمنى انه في راسماليه كبيره في البلد دي. اتمنى انه كانوا ظاهرين وبارزين يعني في فتره معينه. بالعكس الليله يعني يمكن مستوى السوق في ارتفاع حتى في الاسعار بصوره جنونيه. صح. حتى في اخبار متداوله الان في السوشيال ميديا انه حتى عمارة السلام الآن قافلة على مستوى البقالة العادية تماماً. أيوة. فإحنا عايزين نتكلم عنها السوق يعني. أيوة. في ذي الظروف دي تحديداً. لكن قبل ما نتكلم عن الموضوع لأنه نرجع عصام يمكن معنا عبر الهاتف من ولاية نهر النيل. عصام. نعم معكم على الهواء. نعم عصام، حدثنا عن زي ما ذكرت الاوضاع الحاليه وانه النيل بدا في الانحسار، لكن شكل الحياه العام بالنسبه لكل الاسر اللي فقدت منازلها وبلا ماوى، وهل في زيارات من قبل الحكومه والمسؤولين لمنطقه او ولايه نهر النيل؟ نعم يعني مجمل الخسائر الموجوده في ولايه نهر النيل يمكن الاشاره الى ان هناك اكثر من 5000 اسره هي تضررت حقيقه في موسم الخريف، اكثر من 4200 اسره يعني فقدت مأواها بالكامل وبالتالي ممتلكاتها ومدخراتها ومقتنياتها. هناك حديث عن اكثر من 1100 اسره هذه تضررت بشكل جزئي. على المستوى الزراعي يعني هناك اكثر من 13000 فدان هي حتى الحصر الان الجاري هي يعني جرفات المياه، غمرات المياه من غير تصنيف محدد لهذه المحصولات المغروسات التي موجوده في 13000 فدان. نعم. لكن كثير جدا من المرافق الحكوميه وغير الحكوميه ايضا طال السقوط والانهيارات والدمار. حتى الان حصيله الخسائر من الارواح البشريه في نهر النيل هي 8 ارواح او 9 ارواح. ربنا يرحمهم ان شاء الله. نعم نسال الله ان يتقبلوا قبول حسن شهداء في علياء هيالي. نعم. وفيما يتعلق بالتدخلات المباشره من اجل تخفيف حده هذه الكارثه الانسانيه الماساويه الطبيعيه، نشير الى ان هناك الكثير جدا من المنظمات، الشركات، الجمعيات الطوعيه، المؤسسات الولائيه القوميه تداعت حقيقه من اجل التدخل لتخفيف حده المصابه، حده الكارثه على القرى والجزر والمناطق الممتده من اقصى جنوب الولايه الى اقصى شمالها. شهدت الولايه في اليومين السابقين يعني زياره لعضو مجلس السياده البروفيسور حديق تاور. نعم. ومعه يعني عدد من القيادات الاتحاديه، زاروا عدد من المناطق المتاثره في محليه شندي، محليه المسمى، محليه الدمر، وعقدوا اجتماعات مع غرفه الطوارئ والدفاع المدني. نعم. وايضا مع الشركات التي يعني رحبت واعلنت عن تدخل مباشر لغوث واعانه ومساعده المنكوبين في اقصى شمال الولايه. تدفقت مساعدات ومعونات من شركات التعدين، من شركات الاسمنت، من بعض المنظمات الاتحاديه، المنظمات الولائيه. وصحيح ان الفجوه كبيره، لكن على الاقل هذه التدخلات تفيد ان هناك استجابه لنداءات الاسر المنكوبه، وايضا استجابه لنداءات الحكومه التي قالت ان الوضع في نهر النيل هو يعني فوق طاقتها، فوق امكانياتها وفوق ميزانياتها، رغم انها اعلنت على لسان والي الولايه دكتور امن المكي ان جل ميزانيات الولايه ستوجه لمقابله الظروف الطارئه في نهر النيل المتعلقه بالفيضان وبتداعيات الخريف بشكل عام. نعم عصام، يعني نقدر نقول الان الوضع مستقر نوعا ما. الى حد ما مستقر، لكن الامر يحتاج لمزيد من التدخلات، لمزيد من المعاونيات، لانه حتى انحسار النيل نفسه قد يخلف وقد ينهي بكارثه صحيه اذا لم يتم تداركه بالرش الضبابي، بالرش الصحي. نعم. بالمبيدات، لان هناك كثير جدا من المصارف الصحيه غمرت وانحسر عنها هذا المياه. هذا قد يهيئ المشهد اذا لم يتم التدارك والتحسس لاوبئه لامراض
قد يعني تحدث الكثير مما لا يحمد عقباه. ايضا التحدي الكبير هو في الايواء، لان الايواء ايضا امر مهم. نعم. الايواء للاسر، لانه نتحدث عن اكثر 4000 اسره هذه فقط ماواها، رقم كبير. بالتالي لابد ان تتوفر لها الخيام في مناطق امنه، مع الخيام مع الماوى يتوفر على اقل تقدير المؤونه التي تعين هذه الاسر في العيش. كذلك ايضا مساله المرافق الصحيه المؤقته لابد منها، وهي تسكن على النيل. كذلك لابد من النظر بشكل سريع وعاجل لتوفيق اوضاع طلاب الشهاده السودانيه، لان هناك بعض المدارس الثانويه تاثرت، وحسب افاده وزاره التربيه والتعليم ان طلاب الشهاده السودانيه تم الترتيب لهم بتجميعهم في معسكرات مع الوضع في الحسبان ان يتم استيعابه في داخليات حتى انه يكون قريب جدا من مراكز الامتحانات. لكن فيما يتعلق ببدايه العام الدراسي هناك الكثير جدا من المدارس الاساس سقطت وانهارت، وهذا يتطلب حقيقه مراجعه الموقف حتى بعد ذلك يتم الاعلان عن هل يمكن يتاجل العام الدراسي ام لا. شكرا لك كثير جدا الزميل عصام الحكيم مراسل قناة الشروق بولاية نهر النيل على هذه التغطية الإعلامية. وموضوع المدارس سنرجع عليه، وكمان كذلك هنعرج عليه الأستاذ الصحفي محمد، لكن وقفنا في نقطة مهمة جدا، نقطة السوق في ظل هذه الظروف الكارثية والفيضانات. الأسعار يعني أصبحت فوق الخيالية، يعني الأسعار عالية بصورة مخيفة جدا جدا في ظل ظروف بيعاني منها المواطن اقتصاديا، في ظل ظروف ناس فقدت منازلها تحتاج لدعم كبير جدا، يعني حتى شكل الدعومات اللي اصبح بيجي قليل نسبه لان السوق غاليه. يعني تحليلك لهذا الوضع ووضع السوق الحالي يعني في ظل هذه الظروف. قبل حتى الارتفاع الحالي كنا نتحدث يعني يمكن كزملاء على النطاق العادي عن انه الدخل بقى ما موازي للمنصرف. بعد الحاجه دي يعني يوميا اللي هنشهد نوع من الارتفاع اللي المواطن يمكن يتعامل معاه بنكته، بيقول لك يا اخي ما النوم كل ما تصحى ساعه اليوم الثاني بتلقى الحاجه دي زايدة. ومن امس لليله يعني يمكن الارتفاع مش جنوني، يعني حاجه حقيقه بتوريك انه في انفجار. يعني الزمن ده يعني تقراه يعني من امبارح لليله، سعر الدولار وسعر الصرف والسوق وحتى في محلات في شيء مريب في شيء يعني محمد بصراحه. أيوه. عدد من الناس بيتكلموا عن تجار الازمات، يعني في ظل كورونا الكمامه من 5 جنيه بقت ب 250 و30، في ظل الظروف الحاليه. فرساله ممكن توجهها لكل سوداني يعني عايز يربح على يعني عاتق انسان مسكين ثاني، يعني حاجه صعبه جدا. المفروض يعني التاجر نفسه يا اخي الايام دي بالذات في الظرف الحرج دي، في الظرف الخارج عن نطاق الانسان العادي، في ظرف يمكن زي ما تفضل الاستاذ في البدايه بلد معلنه انها حاله طوارئ حتى الخيم كبيرة تم بيعها، يعني وازمه انسانيه كبيره جدا. وفي برضه حاجه اشير لها، في تعامل مع المساعدات برضه، في تجار بيخشوا في الحتات دي مش هو كيف يصلوا يشيلوا المساعدات دي ويبيعوها دي يعني هم ما محتاج لها اصلا، وفي ذول بياخذ 2 و3. يعني انا ممكن تابعت كم حالات وكم اشكالات يمكن مع اللجان اللي بتوزع الاشياء دي، بيقول لي نحن بنعاني حتى من الناس اللي ما متضررين بيجي بيشيلوا حاجه ما حقتهم دي للاسف، يعني للاسف حاجه مخزيه جدا. وفي حاجه اشار لها التقرير مع الاخ الزميل عصام ضيا بيتحدث عن الاوبئه وعن مخلفات الخريف ما يعني بعد الفيضان ذاته لما يرجع حتكون كلنا عايشين في الاحياء العاديه في العاصمه. لو شفنا تكدس الاوساخ، لو شفنا يا ريت نحن برانا نرتفع بمستوى وعينا وبمستوى فهمنا انه الحاجه دي حتعود علينا مع تراكم المياه باوبئه او بامراض كثيره جدا في ظل نظام صحي كلنا يعني شايفينه مدعي شديد. اذا كان يعني الحكومه تاخرت وتفانت في اعلان حاله الطوارئ، احنا نتمنى انها ما تتاخر في انها يكون في رقابة حقيقية فعلية للسوق، لأنه بصراحة يعني المواطن يعني ما لابد لتدخل عاجل والله، محتاجين تماما لتدخل في بالنسبة للأسعار في السوق، ويكون في رقابة للسوق ورقابة كذلك لكل الدعومات الخارجية اللي بتجي والمساعدات الإنسانية اللي بتجي من الخارج لكل أهلنا وأسرنا أو الأسر المتضررة، عشان هي ما تطلع عن نطاق الاختصاص بتاع المحدد ليها، يعني وبتباع بعد ذاك سوق اسود باسعار خياليه وخرافيه. احنا شاكرين لك كثير جدا الاستاذ الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي الاستاذ محمد الطيب على هذه المساحه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وان شاء الله يعني ما
ميزان حسناتكم، وان شاء الله الحاجه دي تكون وصلت فهم وعمقت الفهم، وكل الناس تعود لقيمنا السودانيه الاصيله، ونقدر نعبر ان شاء الله بلدنا. وان شاء الله يعود الموسم الرياضي والدوري يعني من جديد كما على اليوم من غير جمهور بكل استقرار وسلام. والله انا مع الناس بيقولوا الدوري ما يعود هسه والقرار طلع الظرف اعمق من لا يسمح والله. الله يديك العافيه اكيد.